هذه السنة الثانية نحن نشارك في المهرجان السنوي ما يسمى بملابس الكردية شلو شفل. نفتخر بهذه الملابس لأن ككرد في عموم العالم لدينا تاريخ ولدينا لغة ولدينا ثقافة ونفتخر به. هنالك عدد كبير من الأجانب موجودين هنا في مدينة زاقو للمشاركة في هذا المهرجان، ونحن ككرد نرحب بهم، وإن شاء الله سيكون المهرجان في السنة القادمة مهرجان لكافة الأكراد في عموم العالم خاصة في كردستان. العام الثاني على التوالي تقوم إدارة زاقو المستقلة بتنظيم مثل هذه المهرجانات. هذا المهرجان هو مختص بالملابس الكردية والفلكلور الكردي. التراث والعادات والفلكلور الكردي يتم عرضها في هذا المهرجان. كما تلاحظون شاركت فرق عديدة. هذا العام يفرق عن العام السابق، هذا العام شاركت فرق من إيران، من سوريا، من تركيا. فقرات فنية ودبكات كردية فلكلورية، أيضا تم عرض به أنواع الألبسة أو الأقمشة الكردية من مختلف محافظات أقليم كردستان ومختلف أجزاء كردستان. كان هذا طبعا هذا المهرجان يعني لإحياء التراث وثقافة شعب كردستان.